تبرع. يعني احنا ما قلت لك احنا ما نعيش جزء من الاخوان المسلمين، انا حركه تونسيه وطنيه مستقله. ولكن هي مرتبطه بكم انا ترى لانه خلينا من التاريخ الان، احنا منذ تحصلت الحركه على التاشيره هي ليست لها اي ارتباطات عضويه باي تيار والا باي حركه خارج البلاد. وبعد المؤتمر العاشر اصبح الامر عنده معناها قاعده نجم تقول فكريه، معناها قاعه تقعيد ليه وقاعه معناها تاسيسه فكريا، انه احنا حركه وطنيه تسعى تشتغل في اطار الدوله التونسيه، ما عندناش حتى ارتباط باي شعوريا. شعوريا كما قال سي وليد بعض الابناء النهضه يتحدثوا احاديث ولا يرفعوا شعارات، هذا لا يؤثر في الموقف الرسمي للحركه اليوم.